بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ. مساء الخير، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة وبرنامجكم أنا الوطن. النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا، هنلقي الضوء على افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته خلال افتتاح معامل مستورد التكرير، وهنناقش تبعات كمان خفض البنك المركزي لسعر الفايدة، وهنواصل كمان النصب العقاري اللي احنا فاتحينه بقى أكتر من حلقة. والنهاردة عندنا حلقة مهمة جدا عن المستقبل، الصناعة والإنتاج وتطوير الصناعة المصرية اللي أصبح الشغل الشاغل للدولة بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتاج مبادرات لدعم الصناعة. هيكون ضيفنا النهاردة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبد الحي، أستاذ استراتيجيات القيادة والرئيس التنفيذي لشركة الصعيد للصناعات الغذائية. نبدأ من مسترد. يمكن أحاديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، وخصوصا بالأمس أثناء افتتاح معامل مستورد التكرير، ركزت بشكل كبير على عدد من الملفات، في مقدمتها تماسك الجبهة الداخلية وكمان الصناعة والزراعة والتصدير والتعليم وتحديث الدولة بالكامل. بالنسبة للملف الأول وتماسك وصلابة الجبهة الداخلية المصريين، ادوا للمتربصين من الجماعات الإرهابية وأتباعهم واللي بيمولهم من دويلات صغيرة درس في مدى قوة وتماسك المصريين مهما كان اللي بيتحملوه من أجل بناء وطنهم وبناء دولة حديثة ومتقدمة في كل المجالات. أفشل المصريون مخططاتهم الدنيئة ومحاولات الإرهابيين وقنواتهم واللي وراهم واللي في المستخبيين واللي تحت الأرض، تحريض بقى وراء، يعني كانوا بيحرضوا المصريين، لأن ببساطة كل المصريين عرفوا الدرس وبيخافوا على بلدهم. واللي اتحقق من إنجازات على أرض الواقع بالنسبة للزراعة، أصبح لمصر مشروع قومي في مجال الزراعة، له مخطط واضح من حيث التوسع الرأسي عن طريق مشروع 100,000 فدان صوبات زراعية، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وكمان مشروعات تربية المواشي لتوفير الأمن الغذائي. يمكن الأهم هو كمان المشروع القومي للمياه وترشيد استهلاك المياه في الزراعة وتحديث طرق الري وتبطين الترع وتحلية مياه البحر. رغم أن فيضان النيل السنة كان فوق التوقعات، لكن مصر أصبح فيها قيادة بتفكر في المستقبل وفي الأجيال اللي جاية، مش في اللحظة الراهنة فقط. كمان اتكلم سيادة الرئيس عن حل مشاكل المصدرين لدفع الصادرات، اللي هو من ضمنيا دفع للصناعة وتشجيع للصناعة والإنتاج وخفض العجز في الميزان التجاري، لأن أغلب مشاكلنا الاقتصادية بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري، اللي هو حله ببساطة زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي عشان نقلل اعتمادنا من الاستيراد على الاستيراد من الخارج. امبارح سيادة الرئيس افتتح معامل مستورد للتكرير من أكبر المعامل في أفريقيا والشرق الأوسط، ووصلت تكلفتها حوالي 3.7 مليار دولار. عشان نعرف أكثر عن أهمية هذه المعامل وأهمية وجود هذه المشروعات القومية العملاقة في مصر خلال الفترة القادمة، معنا على التليفون معالي السيد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق. مساء الخير مع الوزير. مساء الخير. الخير، ازيك يا استاذ ايسر؟ اهلا بحضرتك اكتر فندم. اهلا بحضرتك اولا، بصفه ان حضرتك احد ابناء قطاع البترول وكنت وزيرا لهذا القطاع، بنهني حضرتك على الافتتاح الكبير اللي احنا بنعتبره اضافه كبيره لقطاع البترول في مصر. صحيح، والله كلنا بنفخر بهذا، ان احنا ابناء لهذا القطاع، نبقى فرحانين كلنا لما بيحصل فيه تطور ايجابي، لأن قطاع البترول من القطاعات التي تقطر الاقتصاد المصري. أفندم، شايف حضرتك أهمية توسع في مصر في صناعة التكرير، أهمية ده إيه وانعكاساته على الاقتصاد المصري يا فندم؟ خليني أقول لك إن صناعة البترول في مصر ابتدت سنة 1886، أول معمل تكرير اتعمل في منطقة الشرق الأوسط بالكامل اتعمل فيه شركة النصر البترول. نعم. كان اسمها وقتها شركة آبار الزيوت المصرية. اتعمل سنة 1911 تلاه مشروع آخر اسمه المعمل الأميري، اللي هو دلوقتي سويس تكرير بترول. نعم. اتعمل 1913، فدول أول معملين اتعملوا، ما كانش حد يعرف إن في حاجة اسمها بترول وقتها. الحقيقة. نعم. ثم توالت بعد كده إنجازات قطاع البترول في مجال التكرير، واتعملت أول خطة قومية للتكرير سنة 54 ل 59، خطة خمسية كانت. نعم. كان وراها الخطة الخمسية الثانية
59-64، ودي حصل فيها مجموعة من تطور في قطاع التكرير برضه، وابتدى يحصل تنويع ما بين السويس للإسكندرية. ثم جاءت نكسة 67 واتضربت المعامل في السويس، قام رجال البترول الأبطال وعلى رأسهم في هذا التوقيت المرحوم أحمد عز الدين هلال، وقاطرة من أبناء البترول بنقل معامل التكرير في السويس إلى منطقة مسترد عشان ما يحصلش تأثير على احتياجات البلاد من المنتجات البترولية. تمام. بعد كده المعمل ده اللي هو تم شركة القاهرة لتكرير البترول اتعمل له ملحق صغير كده في طنطا. نعم. وأصبح لدى مصر مجموعة من معامل التكرير كان آخرها وأحدثها معمل ميدور اللي اتفتح في أبريل سنة 2000. نعم. من هذا التوقيت ما حصلش تطوير في صناعة التكرير الحقيقي. يعني تطوير حقيقي نتكلم عليه. تمام. قعدت القصة كده نقول لغاية سنة 2008-2009 حينما بدأ التفكير في تطوير معمل القاهرة لتكرير البترول ده. طبعا في النص بقى ايه يعني وحدات كده مساعدة اتعملت، لكن ما هياش تطوير كبير مش ملحوظ يعني. نعم. سنة 2010 ابتدى يحصل انه في مجموعة متقدمة، مجموعة قطاع خاص متقدمة علشان تعمل تطوير في معمل تكرير مسترد، شركة قطاع خاص، ويبتدوا يفكروا في رؤية لهذا المشروع. فلقوا انه المشروع في مكانه الحالي ما ياخدش الوحدات الجديدة، لانه نص انتاج هذا المشروع كان بيطلع مازوت، ودي مركبات ثقيلة ذات المضافة منخفضة. فكان التفكير انك تعمل حاجة اسمها تكسير هيدروجيني عشان تنقل المازوت ده، يبقى مقطرات متوسطة وخفيفة زي البنزين والجازولين وقود الطائرات والسولار، ذات قيمة مرتفعة أعلى، طبعا قبل استثمارات عالية زي ما أنت قلت 3.7 مليار دولار. نعم. بس كان العائق طب هنعمله فين؟ منطقة مكتظة. فبدأ يحصل تفكير إن إحنا ننقل خزانات خزانات التخزين بتاعة المنتجات بدل ما هي موجودة في منطقة مسترد تتنقل إلى منطقة بدر، وتتعمل هناك منطقة تخزين مركزية، ومكان الخزانات دي تعمل وحدات التكسير قدر 22 وحدة. تمام. وجت ثورة 2011 في يناير، والدنيا يعني ثابت شوية كده، والأمور بقى الإضرابات والتجمعات والحاجات زي كده عطلت الدنيا شوية، والتصاريح والتراخيص. ثم أحداث 30 يونيو إلى أن بدأت الشركة تعمل، مجموعة مقاولين مصريين وأجانب عالميين، وقدروا ان هم يخلصوا هذا المشروع. نعم. وبدا تجارب تشغيله في 11/2019. تمام. المصانع ديت علشان تخش في حاجه اسمها ستيت تيك اوبريشن، يعني حاله انتاج مستقره. نعم. تاخد وقت خاصه لو كنت بتربط مع معامل قديمه. كويس. ففي الفتره اللي فاتت ديت كانت تجارب التشغيل مرضيه جدا، وطلع منها منتجات مطابقه للمواصفات تم الاستعانه بها في السوق المحلي. هايل. هناك بقى مؤشرات لهذا المشروع. ايوه مهمة قوي. زي ما بنقول عندنا استثمارات اجنبيه 3.7 مليار دولار. رقم هايل جدا. جدا طبعا. عندنا 4.5 مليون طن منتجات. هايل. حاجه رائعه جدا. طبعا. المعمل ده لوحده بيقلل استيراد السولار، هو والتوسع اللي حصل في اسكندريه البترول السنه دي اللي فتحه المهندس طارق من فتره قريبه. دول قللوا، انت كنت بتستورد 50% من احتياجاتك من السولار. تمام. التوسعين اللي حصلوا دول خلوا الاستيراد قل 25%. هايل. وان شاء الله مع الخطه الموضوعه في وزاره البترول من انشاء معمل جديد في اسيوط، وتوسعه معمل اسيوط الحالي، وتوسعه معامل الدور ايضا. جميل. ده على 2023 ان شاء الله يمنع استيراد المنتجات البتروليه بالكامل. بكل المنتجات البتروليه. السايله. تمام. ده بيخلينا نقول ايه؟ نقول ان انت تحقق هدف، احد اهداف سياسه البترول الثابته، الا وهي تعظيم الانتاج المحلي اعتمادا على الماده الخام المحليه او ماده خام مستورده بدل ما تستورد منتجات. تمام. فانت تعظم قيمه ما لديك من خامات محليه، او لو الخامات مش مكفيه تستورد خام مضره وتكرره هنا في مصر. بالظبط.
بتجذب استثمارات اجنبيه، بتتيح فرص عمل. يعني مشروع زي ده ممكن يكون اتاح له مثلا ما بين 5 ل 8000 فرصه عمل في فتره انشائه، فتره ثابته ما بين 4 ل 5 سنين. تمام. تخيل ان انت الرقم ده لو هو مش موجود في هذا التوقيت من سنه 2014 لغايه دلوقتي، لغايه ما المصنع ده اتعمل، هتبقى مشكله طبعا. في وسط بقى ما انت في عماله ترجع لك من بره، في وسط السياحه اللي وقفت، في وسط كذا، في وسط الثورات اللي بتحصل حواليك. نعم. في وسط كورونا. ها؟ تمام. كان تبقى في اشكاليه او معضله شويه. طبعا. انا بتخيل ان المعمل الجديد دوت مثلا يحتاج مثلا 1000 لتشغيله، عماله مباشره. دول الرقم ده دايما تضربه ما بين 10 ل 12، يدي لك رقم العماله الغير مباشره، غير مباشره ممكن تلحق بيه. نعم. تمام. قلنا ان هو بيقلل الاستيراد، فبالتالي ما يضغطش على موازنه الدوله، وده مهم جدا. الايام دي متاثره جدا طبعا نتيجه انقطاع السياحه. نعم. الرقم السياحه ده كان 12 13 مليار دولار في السنه. تمام. نتيجه انخفاض تحولات المقيمين في الخارج. تمام. لانه الازمات بتاعته هو انعكاسه الاثاره الاقتصاديه طبعا مهمه جدا، لانه في منطقه حيويه قوي ما نقدرش نستغنى عنها، الوقود والطاقه ما نقدرش نستغنى عنهم. تمام. تمام. القيمة المضافة اللي هو فيها على المنتج زي ما بنقول، وبالتالي تقدر توفر الرقم اللي انت كنت بتستورد بيه وتوجهه لأغراض أخرى. كده شفنا امبارح. أيوه. ان السيد الرئيس بيفتتح ده، هو بيفتتح خطة شاملة لتطوير المنطقة بالكامل، لم تكن فقط معمل تكليف، ولكن الحقيقة انشاء 22 طريق ومحور في 6 شهور. بالظبط. تفاعل جامد جدا مع البيئة لتحسين الجو في هذه المنطقة وتحسين البيئة المحيطة بالمشروع، نتيجة انه جميع مخرجات المشروع سواء انبعاثات غازية او انبعاثات سائلة يتم تدويرها بالكامل داخل منطقة المشروع دون هايل، بما لا يؤثر على البيئة المحيطة خالص. تمام. غير ما تصلح حاجة على البيئة المحيطة. جميل. هايل. نشوف زي ما بنقول الوفرات اللي بتحصل من نتيجة عملية التصدير، وعاد توجيهها بقى لتطوير الطرق دي، لتطوير منظومه الصحه، لتطوير منظومه التعليم. اكيد طبعا. كل هذه الامور تنعكس على المواطن. تمام. ان شاء الله بطريقه مباشره. يا رب ان شاء الله الخير كله يا رب لمصر بلدنا، واحنا شايفين المشروعات العملاقه اللي بتتفتح وتاثيراتها الايجابيه بشكل عام، وده شيء يدينا الامل في المستقبل ان شاء الله. مع الوزير بنشكر حضرتك، واسفين يمكن سهرناك النهارده، لكن بنعتذر لحضرتك، ودايما بتثرينا بمداخلتك معانا في برنامج انا الوطن. شكرا. معالي الوزير اسامه كمال، وزير بترول الاسبق. بلدنا حلوه وبلدنا فيها امل ان شاء الله خلال الفتره الجايه. طيب، عندنا مهم جدا يعني هذا الاسبوع اعاده تشكيل مجلس اداره، او تجديد الثقه ومع اعاده تشكيل مجلس اداره البنك الاهلي المصري. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار باعاده تشكيل مجلس اداره البنك الاهلي المصري لمده 3 سنوات اعتبارا من 25 سبتمبر 2020، وتم تجديد الثقه والتجديد لرئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري السيد الاستاذ هشام عكاشه، والاستاذ يحيى ابو الفتوح نائبا لرئيس مجلس الاداره، والاستاذه داليا الباز نائبا لرئيس مجلس الاداره. حقيقي يعني هذا القرار ما جاش من فراغ، ده كان تتويج للنجاح مجلس اداره البنك الاهلي المصري وفريق العمل في البنك بقياده الاستاذ هشام عكاشه رئيس مجلس الاداره في الوصول بالبنك الى قمه الهرم ليتربع على عرش القطاع المصرفي المصري. حقق فريق عمل البنك الاهلي بقياده مجلس ادارته بقياده السيد هشام عكاشه تطور استثنائي. ارتفعت قيمه محفظه قروض البنك من 98 مليار و8 مليار جنيه في نهايه 2012 ل 637 مليار جنيه في نهايه مارس 2020. بمعدل نمو وصل الى اكثر من 545%. ارتفعت محفظه ودائع العملاء بالبنك من 286 مليار جنيه في نهايه ديسمبر 2012 لنحو 1.4 تريليون جنيه في نهايه مارس 2020، ليقفز بالحصه السوقيه لاكثر من 31% من السوق المصرفي المصري. شهد اجمالي اصول البنك ارتفاع من 347.7 مليار جنيه في نهايه ديسمبر 2012، احنا بنقول 2012، لبدايه تولي مجلس اداره البنك برئاسه السيد هشام عكاشه رئيس مجلس اداره البنك لغايه النهارده، ارتفع الى 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019. كمان حقق البنك الاهلي قفزه تاريخيه في حجم ارباحه
خفضت صافي أرباح البنك من 2.8 مليار جنيه في العام المالي 2011-2012 إلى 20.2 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019. يعني أرقام كبيرة، معدلات نمو كبيرة. ولو شفنا حجم أعمال البنك خلال العام المالي الأخير، حقيقي يمكن فريق عمل بنك الأهلي المصري بقيادة السيد هشام عكاشة ومجلس الإدارة هنلاحظ أنه حافظ على المركز الأول دايما بتقييم مؤسسات دولية زي مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالأدوار المختلفة كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة. حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة إيميا فاينانس كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا في مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية الكبرى بمهنية عالية. وصل إجمالي المحفظة ل 65 مليار جنيه في نهاية مارس 2020، ووصلت إجمالي محفظة البنك في التجزئة المصرفية ل 98.4 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي. حققت أرصدة شهادات البنك مبلغ 923 مليار جنيه في مارس 2020. أما في ملف الخدمات المصرفية الإلكترونية فحدث بقى ولا حرج. البنك الأهلي المصري ريادة كاملة تمثلت في إطلاق فروع الخدمة الإلكترونية لأول مرة في مصر اللي وصلت 10 فروع حتى الآن، ويخطط البنك الوصول بها ل 25 فرع بنهاية 2020. بلغ عملاء الأهلي نت الأفراد 2.3 مليون شخص في فبراير 2020، في بلغ حين بنحو حوالي 58,500 شركة أو عميل شركات في فبراير 2020، وكمان 3 مليون محفظة إلكترونية في فبراير 2020. كما أطلق البنك تطبيق الموبايل البنكي اللي أحدث طفرة في الصرافة الإلكترونية في البنك في مجال التمويل العقاري. مجال التمويل العقاري بلغ إجمالي محفظة البنك في هذا القطاع منذ بداية مبادرة التمويل العقاري نحو 8.6 مليار جنيه لعدد 81,800 عميل في نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، دعما لمبدأ الشمول المالي. قد وصل عدد عملاء البنك ل 14 مليون عميل في نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي. بلغ عدد البطاقات الائتمانية 1,170,000 بطاقة، وكمان 5.3 مليون بطاقة خصم مباشر، وعدد 4.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدما، إضافة كمان إلى نمو في بطاقات ميزة اللي وصل عددها ل 1.7 مليون بطاقة. ده بخلاف اهتمام البنك الكبير جدا 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 بالمسؤولية المجتمعية. في سبيل ده تم وضع القطاع الصحي على رأس أولوياته بمساهمات بلغت حتى الآن 2.25 مليار من إجمالي مساهمات البنك اللي تجاوزت لغاية دلوقتي 8 مليار جنيه في السنوات الأخيرة. دوره الكبير في دعم الشعب المصري فور تفشي أزمة كورونا وصل لنحو 800 مليون جنيه منذ بداية الجائحة وحتى اليوم. أرقام كبيرة، إنجازات عملاقة تستحق وبجدارة استقرار هذا البنك واستمرارية الإدارة التنفيذية لاستكمال الإنجازات وخدمة اقتصادنا الوطني وخدمة الوطن. كل التهنئة لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري بقيادة الأستاذ هشام عكاشة، كل التهنئة لفريق العمل في البنك الأهلي المصري بدوام إن شاء الله الاستقرار، ونتمنى مزيد من النجاح والتوفيق. كمان بنك آخر كبير، بنك مصر، السيد رئيس الوزراء جدد لمجلس إدارة بنك مصر للسيد محمد الأتربي في رئاسة مجلس إدارة بنك مصر لمدة 3 سنين اعتبارا من 25 سبتمبر 2020، والتجديد لنائبي رئيس البنك السيد عاكف المغربي والسيد حسام عبد الوهاب تنفيذيين. ويمكن التجديد ده جلس برضو في مجلس إدارة بنك مصر استنادا للدور الكبير في تطور أداء البنك، الصعود بالمؤشرات المالية خلال 5 سنين اللي فاتت منذ تولي السيد محمد الأتربي قيادة البنك في يناير 2015. حقيقي بتوضح البيانات الصعود الجماعي في جميع قطاعات البنك، حيث ارتفع إجمالي المركز المالي ل 967 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 مقابل 274 مليار جنيه في 30 يونيو 2014، محقق معدل نمو 252% منذ تولي مجلس الإدارة الحالي. شهدت ودائع العملاء نمو لتصل لحوالي 745.8 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة ب 51 مليار جنيه في يونيو 2014.
تبلغ الحصة السوقية للبنك في هذا المجال 18.7% من سوق الودائع المصرية في البنوك المصرية. ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء ليصل ل 271.7 مليار جنيه مقارنة ب 55 مليار جنيه، وقفز إجمالي الأرباح ليصل ل 17.3 مليار جنيه قبل خصم الضرائب مقارنة بمبلغ 5.2 مليار جنيه في يونيو 2014. بلغ صافي الربح في نهاية يونيو 2019 8.6 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه قبل 5 سنوات. كما بلغت قيمة محفظة التجزئة 32.4 مليار جنيه في يونيو 2019 مقابل 7.2 مليار جنيه في يونيو 2014. تدويج للإنجازات والمؤشرات الإيجابية، حصد البنك العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية خلال الفترة اللي فاتت، حقيقي بجهود عملاقة أكبر كيانين مصرفيين احنا بنعتز بيهم، لدول تاريخ لمصر، تاريخ لبلدنا، تاريخ اقتصاد بلدنا. تهنئة كبيرة جدا لمجلس إدارة بنك مصر الجديد بقيادة السيد محمد الأتربي، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق إن شاء الله في خدمة بلدنا وخدمة اقتصاد بلدنا. طيب احنا كنا انفردنا من حلقات كده بملف عن النصب العقاري. حقيقي الملف ده احنا لما انفردنا بيه انا ازعم ان الحمد لله بدأت فيه يعني اجهزه تتحرك، بدا فيه الحمد لله بدينا نشوف بقى فيه الناس بدات تتحرك، بقى عندها وعي ان هي تروح تشتكي في مجلس في جهاز حمايه المستهلك عن حقها، بقى جهاز حمايه المستهلك يتحرك وما فيش توازنات بقى، ولا بيخشوا وبيتكلموا وبيحقق في الشكاوي والحاجات دي كلها. ال 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 كمان حقيقي في شركات بدات تعدل من اوضاعها وبدات تتواصل مع عملائها وتعتذر لهم على الاخطاء اللي حصلت، وبداوا فعلا يصححوا اوضاعهم، واحنا بنحييهم. عشان كده احنا في حاجات كتير ما بنتكلمش عنها، لان احنا متابعين السوق، احنا ما بنقولش ما بنتكلمش، احنا متابعين كل حركه في السوق. شايفين ان في شركات كتيره بدات تتواصل مع العملاء وبداوا يحسوا فعلا ان هم كانوا مقصرين في حقهم وبداوا يتعاملوا، لكن في شركات تانية هوبلس كيس او حاله ما يقوس منها دي، احنا بقى لا دي احنا بقى ادينا فرصه مره واثنين وثلاثه ولازم نتكلم. في معانا مآسي من السوق، معانا ناس بتتصل بي يعني بينا بتحكي مآسي، بتحكي عن شقة عمر بيضيع، بتحكي عن آباء توفوا وما استمتعوش، والأبناء حاليا بيدوروا على الحقوق دي ومش لاقيينها. وللأسف الجاني يستمتع بحياته وبالأموال اللي جمعها من شقة الناس. النهارده عندنا مشكلة جديدة، مشكلة مئات الأفراد ملاك أرض سيدي عبد الرحمن. تم شراء الأرض دي من نقابة المعلمين الفرعية بحوش عيسى، أياميها كان نقيب اسمه صلاح غزالي بدر، كان ده كان سنة 92، يعني أعتقد اللي اشترى في 92 لو كان هو قريب من المعاش، فأعتقد هم هو توفى رحمة الله عليه، وأعتقد أبنائه وأحفاده دلوقتي. يعني شو احنا بنتكلم على مأساة بقى لها من سنة 92. في 2005 النقيب صلاح غزالي اتصل بالملاك اللي اشتروا الأرض وقال إن في شركة اسمها الكندية هتنفذ المشروع، وفي حوالي 2000 جنيه تمن تسوية الأرض وتحديد القطعة دفعوا لواحد اسمه وائل القاضي، بلغهم إن في مبالغ تانية لسه هتدفع منها مش عارف 18000 جنيه تمن إدخال مرافق لكل قطعة، وكانت آخر مرة شاوا فيها الأرض سنة 2013. بعدها معالم الأرض اتغيرت، في 2019 تم اخبارهم ان في شركه خدت الارض وهتسلمهم الشاليهات جاهزه، بس مساحات الشاليهات غير مساحه الارض، وكانت مساحه الارض تراوح ما بين 300 ل 400 متر. قالوا لهم انهم هيسلموهم شاليهات على المفتاح مساحه 70 متر بغير الجنينه والمرافق والحواليه، وقيمتها السوقيه حوالي 800000. برضه الناس وافقوا، هيعملوا ايه؟ ما خلاص كده راحوا الارض، اتضح ان لا انها مش ارضهم، وان الارض تم سحبها من النقابه للمحافظه، سحبت النقابة والمحافظ، والمحافظة باعتها لشركة تانية. تواصلوا مع النقيب الحالي السيد ربيع عبادي كان بيمطلهم في قضية النقابة رفعها المحافظة لاستدارة الأرض. طبعا الكلام ده كله هم بيقولوا طلع كذب، واتضح ليهم ان ربيع عبادي في صلة قرابة مع صلاح غزالي، يعني حدوتة كده. عايزين نعرف حكايتها. معنا الأستاذ هاني أمين أحد المتضررين من مشروع لؤلؤة سيدي عبد الرحمن. مساء الخير أستاذ هاني. أنا مساء الخير يا فندم. أنا قلبي وجعني وأنا بتكلم والله يا فندم، بس والله يعني حاجة تحزن فعلا. يعني ربنا معاكم. أنا عايز أحكي لك إن إحنا مثلا حوالي 700 قطعة أرض
نعم اللي خدناها من دولة سيدي عبد الرحمن دي، والناس كلها دفعت فلوسها وخلصتها وكل حاجه، وبعدين النقابه ما دفعتش كل ثمن الارض للمحافظه، دفعت حوالي الثلث. نعم. مكملتش الباقي. وبعدين حضرتك بعد كده اهوت احنا طبعا سددنا كل اللي علينا، وبعتوا لنا قالوا لنا احنا هنسجل الارض وعايزين 500 جنيه من كل قطعه، ودفعنا لهم، واتضح بعد كده انها رسميا ما تسجلتش. انما يعني المهم ان هو بعد فتره زي ما حضرتك ذكرت الشركه الكنديه دي، قالوا لنا الشركه الكنديه دي هتقوي الارض وتعمل لكم مرافق وتاخد 17000 جنيه عن كل قطعه، وفي الاخر بداوا بقسط ب 2150 جنيه، وبعد كده الشركه الكنديه ما حطتش باس ولا اي حاجه في الارض، ما عملتش حاجه. نعم. وبعدين ندور عليها بعد كده، بعد ما خدت في ناس دفعت من 2000 ل 8 ل 20 للشركه دي، وبعدين اختفت الشركه دي لسه. اخر حاجه بعتين نسال على عنوان، كانوا قالوا انها نقلت فيه، لقينا انها مجرد نقلت بعقد ومشيت من غير ما تحط نعم. اي حاجه. طيب. بعدين يا فندم احنا طبعا الارض دي كان في ناس رفع قضايا. القضايا دي وصلت في مثلا القضيه 8341 بقت الموضوع ارض سيد عبد الرحمن بقى في ايد النقابه الفرعيه بكفر الدوار. كفر الدوار. فكفر الدوار حاليا رافعين قضيه او قضيتين 8341 و42 على المحافظه عشان يستردوا. وصلت النقابه الا ان كان في مفوض دوله كتب تقرير عن الموضوع. نعم. وقال ان ازاي النقابة، يعني ملخص كلامه، ان ما يصحش ان المحافظه تسحب الارض، لان الاراضي السياحيه كلها بناء على قرارات، عده قرارات جمهوريه وقوانين، بانها تبقى من اختصاص وزير السياحه. نعم. وليست من اختصاص المحافظه حاليا. تمام. فازاي تسحب منكم الارض وهي اساسا مش من اختصاصه ان هو يسحب منكم الارض. طيب. فكتب هذا التقرير وقدمه للمحكمه، هو مفوض دوله. واحنا في انتظار الحكم حاليا يا فندم. الدوله نفسه اللي كتب هذا التقرير. يعني احنا في انتظار الحكم محكمه دلوقتي ولا المحكمه حكمت؟ يا فندم هو المحكمه رفضت هذا الكلام، ما اخذتش بيه. تمام. وبعدين عملنا طعن. اما عملنا طعن، الطعن راح للمحكمة الإدارية العليا في القاهرة. نعم. المحكمة الإدارية العليا النهاردة احنا يعني معانا رقم الطعن، بنحاول نشوف ايه القرار بتاع المحكمة في هذا الطعن، مش عارفين نوصل له. تمام. هو قد يكون لسه لم يحسم القرار، ولكن احنا بنوجه رسالة مع حضرتك برضو للجهات المسؤولة بسرعة البت في هذا القرار، وكمان فتح تحقيق لمعرفة مين المتسبب في ده، في ضياع مقدراتكم وأموالكم، لأن ده شيء غريب. إذا كان النقابة صلاح غزالي ولا معرفش التاني اسمه إيه مسؤولين عن ضياع الأموال دي، لازم يحاسبوا ولازم تقدموا فيهم بلاغات. قصدي ما ينفعش فلوسكم وفلوس ومقدراتكم ومقدرات يعني أولادكم. وإحنا بنضم صوتنا ليكم يا فندم في طرح هذا الموضوع. يا فندم إحنا بندور على يعني عندنا مستحقاتنا وارضنا اولا، المحاكمه تيجي بس بعد ما يجيبوا لنا يرجعوا لنا ارضنا ويدوا لنا تعويضاتنا، او اذا كان في بعض الناس تقبل تعويضات، انما في النهايه احنا بنطالب بالارض. تمام. والتقرير بتاع مفاوض الدوله مستند لعده حاجات، بند منهم واحد اللي هو قرارات. بص حضرتك، احنا لا نعلق على احكام القضاء ولا نعلق على لا احنا طبعاً. احنا بنحترم اجهزتنا كلها وفي تدرج في التقاضي، وانتم استخدمتم حقكم في التدرج في التقاضي، واحنا مستنيين الاداريه العليا تقول كلمتها وكلمه الفصل، وارجو ان تتواصلوا معنا ان شاء الله قريبا، هتلاقي في كلمه ان شاء الله. رقم كام يا فندم؟ رقم الدعوه 86556، ده طاعه 86556 سنة 65 قضائية. تمام يا فندم. قطعنا على الحكم المحكمة الإدارية الإسكندرية. تمام. اللي ما خدتش برأي المفاوض. طبعا أنا ما الله أعلم، يعني إذا كان في أسباب ما تقدمت لهاش أو حاجة،
انا مش بقى مش بشكك اكيد لا لا طبعا لا اكيد طبعا اكيد وكل احنا بنثق في مؤسستنا وان شاء الله بقى بنثق الحق هيرجع لاصحابه. شكرا استاذ هاني امين. شكرا يا فندم. شكرا استاذ هاني امين واحنا بنضم صوتنا لحضرتك ولكل 700 اسره المدارين. طيب البنك المركزي خفض الفائده، اسعار الفائده نهايه الاسبوع الماضي 50 نقطه اساسا ونص في الميه خطوه هدفها زياده الاستثمارات تنشيط الاقتصاد. القرار ده جه بعد ايقاف البنك الاهلي المصري وبنك مصر شهادات 15%. ده توجه من شانه يؤدي لتوجه المدخرات للسوق بقى، يزيد الطلب للاستثمارات في المشروعات، كمان يزيد الاستثمار اتجاه لاسواق المال اتجاه للتنشيط العقار الانتاج. حقيقي قرارات مهمه جدا تدعو يعني من شايفين احنا البنك المركزي المصري بيمارس سياسات يعني نقدر نقول توسعيه يعني بالتاكيد بعد العديد من القرارات خلال السنوات اللي فاتت. ويمكن احنا بنحيي دائما قياده السياسه النقديه المتمثله في السيد المحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزي. حقيقه السياسه النقديه ماشيه بشكل محترف وبشكل متوازن بتراعي كل الظروف المحيطه حوالينا. يمكن احنا معانا المداخله الجاهزه عشان نعرف اكثر تاثيرات هذا الكلام وعلى اقتصاديا وعلى اسواق المال والبورصه. معنا التليفون الاستاذ وائل عنبه خبير اسواق المال. مساء الخير يا استاذ وائل. اهلا بيك. اهلا مساء الخير يا استاذ عيسى. اهلا بيك. قرار تقييم حضرتك لقرار خفض اسعار الفائده واللي جه مباشره بعد قرار ايقاف الشهادات 15%. هو يمكن في ثلاث اسباب مهمه جدا لهذا القرار. السبب الأول انخفاض الكبير لمعدلات التضخم المعلنة من قبل البنك المركزي. يمكن النزول الكبير ده شجع البنك المركزي على أنه يبدأ يخفض سعر الفائدة. الحاجة الثانية أن عندنا في معدلات النمو بتزداد، فعندك زيادة في معدل النمو وعندك انخفاض التضخم. الحاجة الثالثة أن احنا أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم. نعم. هو الفرق ما بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، هذا رقم أعلى سعر في العالم. وعلى فكرة كان هيكون التخفيض أكتر من كده، أكتر من نص نقطة، لولا أن كان في ترقب للأسواق المنافسة وخصوصا تركيا. كان في اجتماع في نفس اليوم. نعم. هم هناك رفعوا سعر الفايدة عشان يعمل جذب لعملته، ومع ذلك التأثير كان ضعيف جدا والعملة التركية نزلت تاني. البنك المركزي هنا قرر يخفض نص نقطة. أتوقع لو كان الأسواق المنافسة ما علتش الفايدة كنا ممكن نخفض اكتر من نص نقطه. تمام. رأي يعني رأي حضرتك كخبير اقتصادي واسواق المال في اداره السياسه النقديه في مصر خلال السنوات الاخيره. يمكن البنك المركزي بيدير عمليه الاصلاح الاقتصادي بحرفيه انا شايفها في الفتره الاخيره. انخفاض معدل التضخم واضح جدا خلال السنه الاخيره. سعر الصرف البنك المركزي يمكن بيستهدف ان الدولار ينخفض امام الجنيه، وفعلا الجنيه بيرتفع بقاله فتره. نعم. تخفيض سعر الفايده اللي حصل ده هيفيد يمكن حاجتين، هيفيد الدوله باعتبارها اكبر مدين فيحصل تخفيض لخدمه الدين العام. نعم. وبالتالي تخفيض لعجز الموازنه، وايضا هيفيد مجتمع قطاع الاعمال وبالتالي يساهم في تخفيض معدلات التضخم ومعدلات البطاله وزيادة التشغيل في الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أستاذ وائل عنبة على مداخلتك معنا وحديثك حول السياسات النقدية في مصر. نشكر حضراتكم. إحنا جزء الأول من حلقتنا انتهى، هنخرج فاصل ونرجع وحوارنا حول الصناعة المصرية والخطوات اللي اتخذتها الدولة لتحديث الصناعة المصرية. ضيفي وضيفكم الدكتور أحمد عبد الحي أستاذ استراتيجيات القيادة والرئيس التنفيذي شركة الصعيد للصناعة الغذائية. فاصل ونلتقي. أهلا بكم. الصناعة المصرية وتحديث الصناعة المصرية في مقدمة أولويات الدولة وتوجيهات مستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الدولة عملت العديد من مبادرات دعم الصناعة، منها مبادرة 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حل مشاكل المصانع المتعثرة، إسقاط جانب من ديونها، وكمان تم تخفيض سعر الغاز وتويت قد تعقبها خطوات أخرى قريبا. شايفين بالأمس افتتاح مجمع صناعي عملاق في مجال تكرير البترول، طبعا كل ده في النهاية
كمان عندنا مشروعات زراعية كبيرة، عندنا مشروعات صناعية كبيرة، عندنا مناطق صناعية بتضاف، عندنا زي ثورة صناعية تسير بخطوات مدروسة. نعلم أن هناك المشاكل، ولكن نعلم كمان أنه هو في الطريق لحلها، عشان دايما كده يعني من وقت لآخر لما نحب نرسم الخطوط ونعرف الدنيا ماشيه ازاي، ونشوف كمان ايه اللي جاي، المستقبل اللي جاي، وازاي يكون مستقبل الصناعه في مصر. دايما بنستضيف معانا ضيفي الدكتور احمد عبد الحي، الخبير الاقتصادي واستاذ استراتيجيات القياده والرئيس التنفيذي لشركه الصعيد لصناعه المواد الغذائيه، وهي عملاق صناعي كبير واحدى الكيانات الصناعيه التابعه للبنك الاهلي المصري. بيشرفنا النهارده دكتور احمد، مساء الخير. مساء الخير، منورنا يا فندم. الله يخليك، شكرين جدا على المقدمه ومتشكرين جدا على الاستضافه، ويا رب دايما نكون مساهمه بسيطه في ان احنا نبص مع بعض على الصوره الكامله. ده بالتاكيد يا فندم. احنا النهارده بنجي بنتكلم قوي بشكل عام كناس بنهتم بالاقتصاد، بنقول ان الانتاج سواء صناعي انتاج زراعي هو مهم للاقتصاد ومهم لنمو الاقتصاد. يا ريت ناخد لمحه كده من حضرتك، رؤيتك في هذا الموضوع. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول 9 أعشار الرزق في التجاره. نعم. تمام. لما نيجي نقول التجاره معناها ان احنا هنتاجر في حاجه، تمام، اما في خدمه او في منتج، وهذا المنتج يكون اما منتج تم زراعته او منتج تم صناعته. تمام. فالنهارده احنا بنتكلم ان 90% من الرزق، 90% من الايكونومي، 90% من الاقتصاد قائم على هذه المساله. فقطعا احنا محتاجين يبقى عندنا رؤيه لايه اللي احنا محتاجينه كأنشطة صناعية وأنشطة زراعية وأنشطة تصنيعية، عشان نقدر ان احنا نوصل لمرحلة التجارة اللي هي تجارة داخلية وتجارة بينية ما بيننا وما بين الدول، والاتنين كل واحدة فيهم ليها طبعا تأثيراتها الشاملة على الرؤية الاقتصادية. جميل. طيب هذا يمكن اهتمام الدولة الكبير بالصناعة والإنتاج، يمكن احنا مع أمانة شديدة مع ثورة 30 يونيو وطلعنا كلنا للشارع كمصريين وأزحنا الغمة وقوتنا المسلحة سندتنا وطلعنا عشان نبني بلدنا بشكل كبير، واعتقد ان احنا ظننا ما خبش، يعني احنا شايفين ان في ان بلدنا بالفعل بتتبني بالشكل احنا كنا نأمله لما نزلنا الشارع وصدورنا مكشوفة عشان نرجع بلدنا تاني في هذه الثورة العظيمة. انت دايما حتى انا بقول مصطلح مصر 30 يونيو او دولة 30 يونيو هي الدولة المتطورة الواعية الفاهمة لمجريات الامور. اهتمام الدولة بالانتاج شايفه حضرتك، الانتاج بشقيه سواء صناعي او زراعي، شايفه ازاي؟ هو مما لا شك فيه ان مجموعه المبادرات اللي قامت بيها الدوله ومجموعه خطوات الدعم اللي بتقوم بيها الدوله في الاتجاه سواء الزراعي او الصناعي او تطوير البنيه التحتيه اللي تسمح بان يبقى في امتداد ما بين العمليه الزراعيه والعمليه الصناعيه والعمليه الصناعيه والعمليه التجاريه والشرايين الطرق الجديده الموجوده والامتداد بصناعه الطاقه اللي هي المغذي الرئيسي لعملية الصناعة وعملية الزراعة، زائد مجموعة المبادرات المالية سواء اللي قامت بيها الوزارات أو الحكومة أو اللي قام بيها البنك المركزي، تمام، بتوجيهات طبعا حكومية لدعم المسألة، هي تعكس حاجة واحدة بس، إن احنا عندنا رغبة حقيقية في إن يبقى في تغيير. زي ما حضرتك بتقول كده، خلصنا مرحلة الفوران والغليان والحماسة اللي احنا كنا موجودين فيها، وبدأنا مراحل التطبيق الفعلي لخطوات الغد. تمام. تمام. ده من ناحية الدور الحكومي.
باقي شوية قطوش عايزين بس نعملها بشكل صحيح عشان نوجه هذه الجهود كلها لاتجاهها المثمر اللي يطلع نتائج. ازاي؟ نقول تاني الكلمة اللي تملي اتفقنا عليها قبل كده، back to basics، العودة الى وضع الزيرو. تمام. الاصل الكتاب بيقول ايه؟ تمام. احنا عندنا نوايا حسنة جدا. تمام. وفي دعم واضح جدا. تمام. من القيادة السياسية عشان عملية التصنيع وعشان عملية الزراعة. يتبقى ان احنا نعرف خريطة الطريق الى الوصول لهذا الهدف. تمام. الخريطة الرئيسية ان احنا نشوف ايه اللي احنا محتاجينه. نعم. وايه اللي المنطقة اللي حوالينا محتاجاه، وايه اللي العالم من بعد هذه المنطقة محتاجاه بنفس هذا الترتيب. الاحتياجات المحلية ثم الاحتياجات الإقليمية ثم الاحتياجات العالمية. وبعدين نحط جنبها من ناحية تانية ايه المقاومات اللي موجودة عندنا من اللي احنا عايزينه ده. تمام. بقى كده عارفين احنا عايزين ايه وعارفين احنا عندنا ايه. بعد كده نبدأ نرتب احنا ناويين ندمج ازاي ما بين اللي عايزينه واللي موجود عندنا عشان نطلع قماش في الاخر. تمام. بالطريقة ياريت نرجع تاني نفتكرها، الطريقة العلمية. العلم في الكراس مش في الراس. تمام. definitely تأكيدا عندنا ميزة تنافسية في صناعات بعينها، صناعات كيماوية، صناعات تحويلية، صناعات زراعية، وعندنا شوية جاب أو فجوة ما بين الميزة التنافسية ديت وما بين المكان المفروض نكون فيه. تمام. لما نيجي ندور ايه السبب الرئيسي، هنلاقي السبب الرئيسي ان احنا اساليب الادارة وادارة المشروعات داخل الزراعة وداخل الصناعة تفتقر الى الجانب العلمي، المنهج العلمي. نعم. تمام. هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. يمكن احنا شايفين يا فندم دايما كلنا لينا ملاحظه الفتره دي ان اي مشروعات انتاجيه بتتفتح بنلاقيها متكامله. يعني مثلا لما اتفتح مثلا مجمع غليون في الخاص بالاسماك متكامل، يعني من الاي تو زي، من اول الزريعه لغايه لما الباكينج وبتصدر. كذلك مشروع التربيه الماشيه اللي في الفيوم اللي في المناطق دي متكامل، مجازر ومش عارف ايه والكلام ده كله. هل احنا بنحتاج في مصر بالفعل الى العديد من هذه النماذج؟ هو قطعا الصناعة بطبيعتها، اي صناعة المفروض انها بتبتدي من جزء يؤدي الى جزء اخر، يؤدي الى جزء بعده، يؤدي الى جزء بعده، وكل واحد فيهم بيسلم التاني. تمام. تمام. يعني مثلا لما نيجي نبص على صناعة العربية، في حد بيصنع الموتور، في حد بيصنع الجزء بتاع الشاسيه، في حد بيصنع الجير بوكس، في حد بيصنع ضفاير الكهرباء and so on. والكلام ده بيحصله بعد كده كومبليت انتجريشن، يعني تكميل وتجميع. لما نيجي نبص بقى على الصناعات في العالم هنلاقي ان في مدرستين. المدرسه الاولى بتقول ان انا اجيب الصناعه النهائيه الاول، تمام، وابداها من عمليه تجميع صناعات اخرى. كويس. وبعد ما اتقن التجميع ده ارجع ريترو باك، يعني ارجع خطوه ورا، ابدا اعمل صناعه من الصناعات اللي انا كنت بعملها تكميليه. تمام. اخدها وابرع فيها، وبعدين الصناعه اللي قبلها. يعني مثلا على سبيل المثال يجي يقول لك احنا هنشتغل الاول في تجميد او تعليب الجمبري زي ما كنا بنتكلم على موضوع غليون. ولما اشتغل في ده كويس ويبقى عندي ماركت كويس وانا فهمت الماركت واشتغلته كويس، اروح جاي راجع لمرحلة الاستزراع، وبعدين من مرحلة الاستزراع الى مرحلة خلق الزريعة ومصانع العلف المطلوبة ليها انسؤال. دي مدرسة. في مدرسة تانية، تمام، تقولك لا انا هاخد البروجكت from A to Z من اوله لاخره. يعني هبدأ الاول بان انا اعمل مصانع العلف، وبعد مصانع العلف ابني الاحواض، وبعد ما ابني الاحواض اعمل الزريعه، وبعد ما اعمل الزريعه اعمل
الصناعة بتاعت الجمبري وبعدين أغلفه أو أعلبه أو أجمده تمام. وبعدين أكمل بعد كده كمان بالفورورد انتجريشن بإن أنا أكون بنفسي اللي ببيعه. دي مدرسة ودي مدرسة، دي ليها مقاوماتها وأسندها إنها تعمل ده، ودي ليها مقاومتها وأسندها إنها تعمل ده. وفي بعض الأحيان بنلجأ إن إحنا نمشي في الاتجاه ده، وبعض الأحيان بيبقى إجباري إن إحنا نمشي في الاتجاه ده. تمام. فما نقدرش نقول إن الصناعة بشكل تكميلي من أولها لأخرها صحيحة 100% أو خاطئة 100%، إنما طبقا لكل صناعة وطبقا للخريطة التي يحتاجها البلد اللي هيصنع الصناعة دي ومقاوماته إيه. جميل. يعني على سبيل المثال حضرتك هتلاقي مثلا إن في دول زي اليابان بتعمل صناعات غذائية كتير بس ما عندها زراعة خالص. هي اليابان ملاحظ ما عندهاش أساسا أي ماتيريال، أي رو ماتيريال، أي خامات، ما فيش، بس هي تصنع بس ما بيقدرش يعمل بقى الباكورد انتجريشن اللي هيتكلم عليه ده، ان هو يرجع ورا الخطوات يبدا من الاول. يعني بالظبط هو بيخش على المرحله النهائيه. اوكي تمام. في مدرسه تانية، المدرسه بتاعت امريكا. تمام. لا هو ده بيبدا بالمراحل اللي احنا زي ما حضرتك بتتكلم عليها دي. والله هو بيزرع ارضه، وبعد ما يزرع ارضه ياخدها ويعمل لها صناعه، وبعد الصناعه يعمل لها تغليف، وبعد التغليف يعمل لها تجاره and so on. احنا الموديول بتاعنا او النموذج اللي احنا عايزينه تمام بعض الاحيان هيبقى محتاج صناعه متكامله بشكل تكميلي زي ما حضرتك قلتها كده من اولها لاخرها. نعم. وبعض الاحيان الامكانات المتاحه والقدرات الحقيقيه تتطلب ان احنا يبقى عندنا جزء واحد بس من الصناعه دي، وده مش عيب، لا ده عيب ولا ده عيب ولا ده عيب، تبقى للظروف المتاحه. بالظبط. تمام. لكن هو العيب بقى في الاثنين ان احنا ما نبقاش جاهزين بالفكر الاداري اللي يتناسب مع الصناعه. تمام. ما نبقاش جاهزين ان احنا نعلم كل الناس اللي موجوده يعني ايه ان الصناعه دي ليها، يعني الصناعه ما هيش هدف في حد ذاتها. صح. انا ممكن اصنع كل حاجه في الدنيا وموجوده عندي ما بتتحركش. الصناعه هي وسيله للتجاره. نعم. يعني اي حد فينا الفلاح لما بيزرع الارض بيزرعها مش عشان هو هياكلها كلها، هو عشان هيتاجر فيها. والمصنع او اي مصنع في الدنيا لما بيصنع اي حاجه، كوبايه لغايه عربيه، هو ما بيعملهاش عشان كوزموتيك تجميل، هو بيعملها عشان هو هيتاجر فيها. نعم. يبقى انا محتاج ان انا اشوف حاجه المستهلك زي ما كنا بنقول حضرتك كده، حاجه المستهلك على المستوى الاقليمي تمام، والمستوى المحلي والمستوى الدولي بكل مواصفات هذه الحاجه، وبعدين نيجي ننشئ فكر صناعي مبني على كده. نعم. عندنا بس حته في تملي بنخاف منها ان احنا بنصنع وبعدين نطرح. بعدين؟ نطرح. نطرح تمام. تمام. هو العلم بيقول ان انا بسال الاول حضرتك عايز ايه؟ تمام؟ واعمله لك. يعني ننتج ما هو مباع وليس ننتج ما هو ما سوف يباع. ننتج ما هو مطلوب. ما هو مباع. يعني مطلوب مباع بالتاكيد السوق. تمام. ومطلوب على بخريطه. نعم. ممكن يكون المطلوب في وجه قبلي مش هو نفس المطلوب في وجه بحري، مش هو المطلوب في المنطقه العربيه، مش هو المطلوب في اوروبا، مش هو المطلوب في الصين، مش هو المطلوب في امريكا. يعني دراسات السوق زي ما بنقول. بالظبط. تمام. احنا محتاجين ان احنا في كل استراتيجيات الصناعه اللي موجوده حاليا يكون هو ده بس المبدأ الرئيسي بتاعنا في الأول. لأن أنا يعني عندي شوية في الحتة دي إحساس بأنها محتاجة إن يتبص عليها. نهتم لتنمية وتطوير الكوادر. لأن هو ده هو ده هو ده اللي هيحصل. طيب ده أنت هتجرنا لسؤال تاني، أنت شايف حضرتك هل نحتاج لتحديث المدارس الصناعية؟ وهو بالفعل في خطة بدأت وتأهيل الكوادر، عمليات تدريب مستمرة. يعني شايف ده أهمية، ده أنت حضرتك شايفه ده أهمية قصوى وأهمية أولى؟ هو ما فيش صناعة من غير فني مدرب. نعم. الفني المدرب تمام هو اللي هتقوم عليه أي عنبر تصنيع في أي حتة في الدنيا. بيبقى في مهندس وحيد تمام، لكن في 10 فنيين و20
وتحت العشرة فنيين 20-30 واحد من العمال اللي بيتدربوا معاهم او بيشتغلوا معاهم. فالنهاردة العملية الصناعية بتبقى قائمة على الفنيين. الفنيين دول احنا يمكن عندنا مشكلة في مصر شوية ان احنا بنعتبرهم ان هم او هم كانوا بيعتبروا ان الدرجة التعليمية بتاعتهم هي كلاس بي او من الدرجة التانية. محتاجين نغير هذه الثقافة. تمام. والله لو ان في اجراء حكومي معين محتاج ان هو يتعمل ان الناس دي هتاخد بكالوريوس فني. لو هو المشكلة ان هو يبقى اسمه درجة علمية معين. درجة علمية. تمام. يتعمل له بكالوريوس فني. نعم. بس هل احنا كمان مجهزين خريطة باحتياجاتنا ايه من هؤلاء الفنيين في المدارس الصناعية؟ دي برضو حتة مهمة جدا. ليه؟ لان احنا لما تبقى عندنا الخريطة هنبدأ ان احنا نحدد الاعداد اللي احنا محتاجينها من كل حرفة بهذه المهارات ونجيب الناس اللي يعلموهم بشكل جيد عشان نقدر ان احنا نخرج جيل جديد يتبني عليه صناعات. لان برضو احنا كان اخر الاجيال اللي كان موجود فيها الحرفية اجيال الستينات. جات عندنا فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات بدأ الكيرف في الحتة دي يتراجع بشدة وده أثر على كفاءة الإنتاج في كل حاجة. فإحنا محتاجين نرجع تاني نبني هذا الجيش لأن ده جيش لا يقل أهمية عن جيش الأطباء عن جيش المهندسين. ده جيش مهم جدا بالنسبة لنا. جميل. طيب أنت حضرتك شايف يعني أو شايف إزاي إن إحنا دلوقتي بقى نعمل مدن متخصصة زي عند مدينة الجلود في الروبيكي زي مدينة الأساس ودمياط وهكذا؟ شايف حضرتك هل نحن نحتاج او بحاجه الى المزيد من هذه المدن الصناعيه المتخصصه؟ قطعا قطعا وقولا واحدا. ال- 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 الجزء ده يعني عامل زي المستعمرات. تمام. مستعمره لصناعه معينه بتعمل ايه دي؟ اولا بتعمل تجمع للصناعات الصغيره المكمله لهذه الصناعه حواليها. تمام. ثانيا بتنمي القدرات في هذه الصناعة وتبدأ انها بدل ما هي متخطفة او متقسمة يعني مبعثرة في كل منطقة فبالتالي ما فيش تبادل ما بين كل اطراف الصناعة. لا هم كلهم متجمعين في مكان واحد. كمان بقى ده بيسهل حاجة ان النهاردة لو قررنا ان احنا نعمل برامج تدريبية او برامج تحفيزية تمام لصناعة معينة بعينها النطاق الجغرافي بتاعها هيبقى متظبط بالنسبة لنا ومحدود وقادرين ان احنا تكوميونيكيت او نتواصل مع الناس بشكل جيد. جميل. طيب انت كمان حضرتك شايف العديد من المبادرات اللي تمت خلال السنوات الاخيرة اللي حضرتك اشرت عليها اللي هي مبادرة ال 200 مليار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبادرة او تعويم او مساندة المصانع المتعثرة. شايف انت حضرتك رجل صناعة ورجل خبير وباصص من فوق على الخريطة، ده الكلام ده ممكن يساهم لغاية فين في منح الثقة اكثر واكثر للاستثمار وفي الانتاج المصري؟ مما لا شك فيه ان دي كلها يعني خطوات ايجابية تمت. بس احنا محتاجين ان احنا نستثمرها احنا. تمام. يعني الحكومة زي ما قلت حاجة، هو خلينا نفرق ما بين جانبين في الأمر. جانب النية الجيدة من طرف الحكومة وأنها قدمت 1-2-3. في الجانب الآخر اللي هو المتلقي. تمام. معظم هذه المبادرات معظمها المفروض أن يكون المتلقي ليها هو القطاع الخاص. مفروض. تمام. تلقاها إزاي؟ تفاعل معها إزاي؟ تفاعل معها إزاي؟ تمام. ما مدى الاستفادة الحقيقية منها لتطوير اهدافها اللي اتعملت عشانه؟ نعم. يعني هو النهارده حصل له دعم تمام عشان يطور مصنعه عشان يطور منتجه عشان يبدا ان هو يطور العماله والاجزاء الفنيه عنده. يا ترى الكلام ده تم وتم بنسب قد ايه؟ مين بيعمل مونيتور للكلام ده؟ يا ترى هيئه التنميه الصناعيه تمام، يا ترى وزاره التجاره والصناعه بصين وبيعملوا مونيتور للكلام ده عشان في النهاية نبقى احنا متأكدين 100% ان المبادرات اللي تمت من قبل الحكومة تم الاستفادة اتليست مثلا ب 70-80% منها بشكل سليم.
طب يا ترى واحنا بنبص على الكلام ده عندنا الآليات اللي تساعد انها تبقى مغريات بالنسبة للناس انها تعملها بشكل سليم؟ يعني مثلا لما كنا بنتكلم على موضوع دعم الصادرات نية جيدة جدا من الحكومة المصرية وفي دول كتيرة برة عملتها عشان تدعم الصادرات بتاعتها، احنا الناس اساءت استخدامها وبقت تحولها الى برايس وور او حرب اسعار. تمام، محدش تنبه ان المسألة بتبقى كده. طيب. هو كان دعم الصادرات كان مقصود بيه ايه؟ كان مقصود بيه ان انا اطلع منتج مصري جيد يقدر ان هو ينافس في الاسواق اللي بره، فعشان المنتج ده يبقى كويس انا محتاج ادعمه فبديله قيمة من المبلغ عشان يدعم الحملات التسويقية بتاعته، عشان يدعم الجودة، يدعم طرق التصنيع عن سوقا. الناس اعتبرتها انها جزء تجاري، ان ده جزء من الاسعار. فاحيانا احنا بنسيء استخدام المبادرات، فلازم يبقى في جنرال استراتيجي او استراتيجيه عامه من فوق وعندها اليات المراقبه والتوجيه عشان مثل هذه المبادرات نقدر ان احنا نستفيد بيها اكبر استفاده ممكنه اللي تعود بعائد على الدوله وعلى المكان نفسه، لان ممكن احيانا ان المصنع نفسه او التاجر او ما يبقاش عارف قوي مصلحته في حد ذاته. على فكره هو مش يعني ديفينتلي لو كل واحد فينا عارف كل حاجه ما كناش احتاجنا ان احنا يبقى عندنا نتكامل او مع بعض يعني نظم الرقابه. طب انت شايف حضرتك ايه الصناعات اللي مصر بتمتلك فيها قدرات تنافسيه يعني كبيره ومطلوب نركز فيها؟ نمره واحد الصناعات الكيماويه. نمره واحد الصناعات الكيماويه. نعم. تمام. نمره اثنين الصناعات الغذائيه بانواعها المختلفه. احنا عندنا في الصناعات الكيماويه كومبيتيتيف ايدج محترمه، ميزه تنافسيه محترمه. وهذه الصناعات احنا ممكن ان احنا نبرع فيها جدا، وعندنا البنيه التحتيه بتاعتها سواء من ناحيه البني ادمين او من ناحيه المصانع الموجوده او من ناحيه التكلفه الجيده وعنصر التكلفه في الصناعات الكيماويه في مصر. تمام. ممكن انها تروح بينا في مكان تاني خالص. نمرة اثنين صناعات الغذائية لسبب بسيط جدا، احنا بلد زراعي اصلا، احنا بلد زراعي في الاساس. لو قمنا بصناعة الزراعة الصناعة لازم تبدأ من اول صناعة الزراعة. تمام. صناعة الزراعة بمعنى ان احنا نتعامل مع عملية الزراعة على انها صناعة. تمام. الزراعة نفسها في حد ذاتها. نعم. من اول يعني من اول ما تبتدي بعمليه الزرع يعني بالظبط كده. وانا شايف ان لازم السينرجي او التواصل ما بين وزاره الزراعه وما بين وزاره التجاره والصناعه يكون كانهم وزاره واحده. تمام. لان هي المساله اصلا زي ما قلت لحضرتك، هو احنا بنعمل كل حاجه في النهايه عشان نتاجر. تمام. بما فيها الزراعه طبعا. تمام. فالنهارده الزراعه محتاجه انها الاساليب الصحيحه. هل يا ترى احنا محتاجين ان احنا نعمل شويه مبادرات عشان نكون مساحات زراعيه عملاقه من المساحات الصغيره عشان نعمل ميكانه حقيقيه؟ طب ليه لا ان احنا نبدا نعمل في كل محافظه 5-6 شركات مساهمه ما بين صغار الفلاحين وبعضهم وتبقى مساحات كبيره. هو لسه بيمتلك. تمام. بس بدل ما ده شغال على فدان وده شغال على 5 قراريط وده شغال على 5 فدادين، نبدا نعمل شركات كل شركه مثلا 1000 فدان مكونه من المساهمين اللي فيها، ويبقى ده بتساهم في ان احنا نعمل عمليه ميكانه زراعيه ليها، فده يطلع لنا انتاج افضل ويطلع كميه افضل وتكلفه الانتاج على المزارع تبقى اقل والربحيه بتاعته تبقى اعلى. فده نبدا ناخد منه ونروح على الصناعات اللي طلع بقى من الزراعة. نعم. تمام. يعني صناعة القطن والغزل والنسيج والحلج والزيوت، دي مجموعة صناعات تطلع من القطن، مجموعة صناعات تطلع من الكتان. بعد كده الصناعات الغذائية بأنواعها المختلفة بنفس الشكل. عندنا فيها إيدج؟ عندنا إيدج على فكرة. يعني أدعي إن أنا زرت كتير جدا من دول العالم. الطعم المصري في الخضار والفواكه
وطعم يونيك، طعم فريد. تمام تمام. منس ان احنا قدرنا نهتم بالاجزاء اللي طول الوقت عليها يعني مشاكل، عمليه الري، نوعيه المبيدات، طريقه التصنيع والفينيشنج، احنا ممكن نكتسح العالم. اعتقد ان الامل كبير في المساحات الجديده اللي المشروع القومي العملاق يونس فدان، او مشروع 100,000 فدان صوب زراعيه، ده انتاج اعتقد هيكون انتاج يعني ممكن يكون متحل من المشاكل يعني. قطعا بس برضو دعنا لا نهمل ان احنا عندنا 15 مليون فدان تاكيد مولودين، وعندنا 40 مليون فلاح في مصر نستفيد من قدراتهم الكبيره دي. وعندنا طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن الصناعات الغذائيه والزراعه، ان ده مهم قوي في بلد زي مصر. هنخرج فاصل اعلاني ونرجع نعود مره ثانيه، هنخصص الوقت الباقي ان شاء الله للحديث عن الصناعه، الصناعات الغذائيه تحديدا، وازاي نقدر نطورها ولتحقيق قيمه مضافه عليها. فاصل ونلتقي. مصر بلد زراعي، مصر فيها 100 مليون بني آدم بيأكلوا ويشربوا، مصر في منطقة محورية في بين قارات العالم الخمس، مصر حواليها محيط مهم جدا، ومصر عندها بالتأكيد فرص كبيرة في مجال الصناعات الغذائية. المجال ده مجال مهم جدا، وعشان كده احنا بنسأل الدكتور أحمد يعني مجال الصناعات الغذائية في مصر بالتأكيد محتاج شغل كتير عشان نصل الى المرتبه اللي احنا عاوزينها. ده حقيقي. اتفضل. اولا احنا يعني زي ما حضرتك قلت احنا عندنا 100 مليون مستهلك في مصر. تمام؟ وده معناها ان احنا من الاسواق الكبيره جدا في العالم. والمستهلكين عندنا في مصر عندهم ميزه ان متنوعين في الكاتيجوري. يعني عندنا من اول الكلاس A بلس تمام؟ لغايه الكلاس C تمام؟ وكل واحد يوم ليه احتياجاته المشروعة في ان هو يتلقى المنتج المناسب بالسعر المناسب بالخدمة المناسبة. وحوالينا منطقة عربية احنا كمصر بيعول علينا بشكل او باخر في الوجدان العربي تمام ان احنا المسؤولين عنه. تمام. وتحديدا لو حضرتك جينا نبص على التطور بتاع الصناعة في مصر على مدار تاريخها هنلاقي انها كانت بتبدا عندنا الصناعات ويتعلمها الدول اللي حوالينا تمام، وتنميها الاب روحي بتاعها موجود عندنا. تمام تمام. فاحنا في صناعه المواد الغذائيه احنا عندنا الايدج زي ما حضرتك قلت، عندنا الميزه. ومن بعد ثوره 30 يونيو ومن بعد اللي احنا شفناه ومن بعد ما قررنا ان احنا عايزين نمتلك مصيرنا بايدينا تمام، سواء اللي احنا بنتكلم على عصر كنا بنقتل فيه الصناعه لصالح الاستيراد من الخارج، ولا احنا بنتكلم عن عصر كنا عايزين نبقى فيه توابع للاخرين، احنا بنتكلم عن عصر احنا عايزين نقول فيه بصوت عالي ان احنا احرار. نعم. تمام. والحر اول حاجه لازم يمتلكها قوته. تمام. الحر لازم يمتلك قوته. النهارده لما بنيجي نقول ان احنا عايزين نشتغل على نفسنا في هذا الملف احنا ما بنقولوش لمجرد ان احنا بنبص فيها بمكسب وخساره. تمام. احنا بنبص لها بقضيه قوميه. قضية وجود. قضيه وجود. نعم بالظبط. قضيه حريه. قضيه ان احنا ما نبقاش عبيد. تمام. لاي حد هيجي من بره من اي حته في الدنيا عشان احنا مش قادرين ان احنا نعمل علبه معلبات كويسه. مش قادرين ان احنا نعمل كيس لحمه كيس فراخ لاولادنا كويس. فالنهارده المساله من قديم الازل. نعم. تمام. لما سيدنا يوسف كان موجود في مصر هو خطط. نعم. عشان كده نجح. احنا النهارده واحنا بنتكلم احنا عايزين نتعلم ان احنا نخطط. بس نخطط صح. زي ما حضرتك كنت بتتكلم مثلا على سبيل المثال على المدن المتخصصه. طب احنا يا ترى كمان واحنا بندي ترخيص المصانع الزراعيه عاملين الكلام ده للصناعات الزراعيه في الاماكن المتخصصه بتاعتها، يعني الخريطه بتاعتها، اللي رايح مثلا يشتغل في الخرشوف
تمام في صناعات الخرشوف اللي هي صناعه بالنسبه لاوروبا. احنا هنا في مصر يمكن ما احناش من الدول اللي بتاكل خرشوف قوي، لكن بالنسبه لاوروبا دي صناعه مهمه جدا. تمام، هل احنا مركزين المصانع بتاعتها تكون في منطقه البحيره ودمنهور واسكندريه اللي بينتج الكلام ده؟ زي ما شفنا المشروع بتاع البنك الاهلي في موضوع البنجر، تمام، هو احدى شركات الامارات في المنيا، تمام، على اساس الكومبيتيتيف ايدج بتاعت زراعه البنجر هناك. نعم، الحكايه دي بنبقى خلاص احنا بدانا نتعلمها بالتدريج وبدانا نفهمها، نقرب من اماكن الامداد عشان نقفل حلقات الوصل الطويله ما بين الماده الخام وما بين طريق التصنيع، حلقات الاستهلاك او قصدي حلقات التداول قبل الانتاج، وكمان الفاقد الكبير اللي اعتقد هو نسبه الفاقد في قد ايه في الانتاج الزراعي المصري وصلت يعني؟ لا، هي نسبه عنيفه شويه، كبيره عنيفه يعني، قدرنا نتحكم في هذه النسبه في تقليلها يعني، اعتقد هيكون في نقله مختلفه يعني. احنا اللي احنا بنستهلكه صناعي واستهلاكي اقل من 40% من اللي بيتم انتاجه، يعني بنتكلم حوالي قريب من 60% هالك بالظبط. ده كبير قوي هذا الرقم، فاحنا لازم عندنا حلول مبتكره كمان. نعم، زي ما كنا بنتكلم على مساله الصناعات المتنقله، العربيات المتنقله للصناعه لعمليات التغليف، تمام، لعمليات حفظ المنتجات من نقل الغيطان لغايه المصانع بتاعتها. بعد كده تدريب الكوادر، تمام، تدريب الكوادر الاداريه على نظم الاداره الحديثه، تدريب الكوادر الفنيه على العمل، تمام، سواء في عمليات التصنيع او عمليات الانتاج او عمليات الصيانه او لان مصانع كتير قوي في مصر بتفتقد للامور دي. ويمكن هنا محتاجين بقى زي ما قلت لحضرتك وزارة الصناعة، محتاجين وزارة الزراعة، محتاجين هيئة التنمية، تمام، محتاجين مركز دعم الصناعات. الجماعة دول كلهم لازم يقعدوا مع بعض ويطلعوا ورش عمل، يطلع منها مجموعة من القرارات القابلة للتطبيق. مش عايزين قرارات ان احنا نقعد نتكلم كلام قرار، لا، حاجات عمليه على فكره، ونبدا بالبيزكس، نبدا الحاجات الاساسيه بس. نعم، نرجع بالامور كلها الاساسيات بتاعتها. جميل فندم، يمكن احنا يعني هنتكلم في حتتك شويه الصناعات الغذائيه. يمكن احنا في جائحه كورونا يمكن برز بشكل كبير جدا المنتجات الزراعيه المصريه وحجم الصادرات للخارج وتغطيه السوق المحلي، برضه كان شيء يدعو الى اطمئنان ان انت حضرتك ما حصلش عندك ازمه غذاء يعني زي ما حصل في دول كتير. عايزين تحكي لنا عن هذا الموضوع يا فندم، يعني هذا الانجاز اللي بجد نفتخر بيه كلنا كمصريين، وللاسف ما حدش القى عليه الضوء يعني. لا بالعكس، يعني هو زي ما كنت بقول لحضرتك، هو الاكل والدواء، تمام، هم امن قومي زيهم زي السلاح بالظبط، تمام، بل يمكن معظم الحروب من قديم الازل كانت بتبقى اساسا بسبب موضوع الاكل. نعم، احنا النهارده في موضوع كورونا على سبيل المثال، هو معظم الدول اللي اتاثرت ان الحدود كانت شبه مغلقه. لما الحدود كانت شبه مغلقه معنى ذلك ان هو ما كانش قادر يدخل له من الدول الاخرى المنتجات الاساسيه اللي هو بيشتغل. بدانا نبدا نشوف يعني امور اشبه بالافلام بتاعت الخيال العلمي اللي كانت موجوده، الناس بتتخانق على عيش والناس بتتخانق على انسون. احنا ما حصلش عندنا الكلام ده ليه في مصر؟ لان زي ما قلت لحضرتك في مصر احنا عندنا اولا البنيه التحتيه بالنسبه لموضوع الزراعه موجود. ده بيقول لك اهو، ده كان اكتر وقت، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ليه احنا بنقول ان احنا عندنا كومبيتيتيف ايدج فيها او ميزه تنافسيه فيها؟ ده اكتر وقت اللي هو وقت الازمه الحقيقيه، ده كان كورونا، ده كان العالم كله قافل. كويس قوي. في هذا التوقيت انت ما كنتش محتاج ان انت تستورد اكل من بره، ده حقيقه صح. حتى لو استوردت مش عارفش حد يودي لك اصلا. انت قمت بيه ازاي؟ ايوه، قمت بيه اللي عندك. نعم، يبقى اذا اللي عندك كان كافي. نعم، بس انت ما كنتش قادر تحسن استخدامه. تمام، احنا لا دلوقتي بقى بدانا نتعلم الدرس
واعتقد ان ده بقى في الحسبان عند كل شغالين في المساله ديت تمام، سواء على مستوى القطاع الخاص او على المستوى الحكومي، ان المشكله بس مش مشكله سبلاي، هي مشكله استخدام السبلاي. تمام. يعني مش مشكله ان انا عندي عجز مثلا، لان انت عندك خضروات وفواكه تمام اللي هي السله الرئيسيه للغذاء. تمام. تمام موجوده. يمكن عندنا عجز في مشكله زي مشكله القمح مثلا على سبيل المثال، بس العجز ده تدريجيا بدأنا نحسه في الخمس سنين الاخيره تحديدا ان هو بيقل. بالظبط. تمام. ما بقتش الجاب زي ما كانت موجوده زمان. واعتقد دور كبير في هو اعاده هيكله موضوع التموين يعني والعيش والكلام ده كله. بالظبط. تمام. فعندنا اعتقد الدواجن انتاج الدجاجي في الغذاء برضو يعني بيحقق اكتفاء ذاتي كبير قوي. طب انتوا كحركه كصناع بقى للصناعات الغذاء قبل الخضروات المجمده والفواكه المجمده، القطاع ده في مصر يعني مستقبله رايح فين؟ يعني بالظبط. تمام. اولا هو يعني قطاع بينمو على مستوى الصناعه المحليه وعلى مستوى ريجن، على مستوى المنطقه العربيه وعلى مستوى العالم. وتدريجيا بدانا ان احنا نحط رجلينا على اراضي الدول اللي محتاجه منتجاتنا. نعم. على فكره هو كتير قوي احنا كانت مشكلتنا ان احنا بس ما عندناش لغه التخاطب السليمه. المستهلك في هذه الدول عايز ايه؟ احنا شويه ومع الطفرة في التكنولوجيا اللي حصلت على مدار العشر سنين اللي فاتت قللت الفجوة ما بيننا وما بين الآخر. تمام. فبدأنا نسمع كويس وبدأنا يبقى في كوميونيكيشن تول أو أساليب اتصال أعلى، فبدأنا نعرف هم محتاجين إيه. لما بدأنا نعرف هم محتاجين إيه بدأنا ننتج شوية اللي هم عايزينه. فالمفاجأة بقى الكويسة إن المنتج المصري لا بيلاقي قبول جيد جدا 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 طالما ان انت انتجته بالجوده المطلوبه. تمام. هايل. يبقى اذا المشكله ما هياش مشكله توفر منتج، لكن ولا ان زي ما كنا بنقول قبل كده لا اصل ده منتج مصري. لا. وانس ان انت عملت منتج صحيح الناس بتستقبله جيد. نعم. تمام. وبعدين احنا نظره العالم لينا على فكره اختلفت بشكل جوهري في العشر سنين اللي فاتوا. يعني ما بين ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو تمام، وهم شافوا المصريين مرة واتنين بشكل مختلف. تمام. ما كانوش متعودين ان هم يشوفوهم بيه قبل كده. ده أوقظ عند العالم ان الناس دي ما هياش ميتة. تمام. الناس دي بتتجاوب ومعانا وبيسمعوا، وفي جزء كبير قوي من الناس تمام ممكن اساءوا لينا فترات معينه. نعم. بان هم انتاجهم ما كانش جيد لما بيروح الدول. بره، فكانوا بيسيئوا لكل السمعه بتاعه المنتج المصري، فكان بيتحط المنتج على ان هو في كاتيجوري سيء. على الرغم ان ممكن تكون ناس كتيره طبعا الاحداث بتاعه الثورات وما الى ذلك بتبقى مزعجه في حياتهم. تمام. بس الموضوع ده من ناحيه تانية هو عمل بروباجندا ودعايه جديده لمصر. تمام. خلوا الناس يبصوا لمصر على انها دوله حيه، دوله تقدر، دوله حيه ودوله قادره. نعم. تمام. فبيدينا فرصه تانية. هايل. هو المستهلك هناك بيدينا فرصه تانية. واجبنا دلوقتي بقى ان احنا نستغل الباب اللي هو فتحه لنا ده ونروح بشكل سليم. شايف المستقبل في ظل اللي بيحصل اقتصاديا وصناعيا وانتاجيا والطفرات والتنمويه مستقبل مبشر ان شاء الله؟ احنا ما عندناش اوبشن تاني. احنا ما عندناش رفاهيه الاختيار في ان احنا لازم ننجح. واحنا لازم كل يوم نقوم من النوم واحنا مصرين ان احنا ننجح. وكل واحد فينا وهو رايح شغله وهو مصر ان هو ينجح. تمام. هيبقى عندنا اخطاء، وعلى فكرة احنا ما احناش ملايكة، ممكن يكون في عندنا حاجات ما هي صحيحة بتحصل والناس متضايقة منها، احنا معترفين بيها وهنصلحها عشان احنا لازم ان احنا ننجح، عشان فيش حل تاني، عندناش رفاهية الاختيار.
شكرا دكتور احمد عبد الحي وجودك معانا متشكرين جدا يا فندم، واضفت لنا الكثير، شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين بحوار الليله الممتع والشيق وكله رؤى للمستقبل نختتم حلقه هذا الاسبوع من انا الوطن، بالامل التقينا وعلى الامل نلتقي ان شاء الله. دولتنا بتتبني وهتتبني لان احنا مصر 30 يونيو، واحنا المصريين اللي طلعنا مصريين مكملين ملتفين حوالين قيادتنا ملتفين حوالين مؤسساتنا بنبني بلدنا، واي بلد واي شيء بيتبني في صعوبات احنا متحملينها وهنتحملها، والصعب فات واللي جاي ان شاء الله هنبدا وبدانا نشوف الخير كله امام اعيننا. بالامل التقينا والامل نلتقي ان شاء الله الاسبوع الجاي حلقه جديده وبرنامج انا الوطن. تصبحوا على خير.